أنه إذا رضي صار القدر في حقه نعمة ومنحة، وخف عليه حمله وأعين عليه، وإذا سخط تضاعف عليه ثقله ووكله الله إلى نفسه ولم يزدد إلا شدة. فلو أن السخط يجري عليه شيئا لكان له فيه راحة أنفع له من الرضا به. يبقى الإنسان لما يسخط أقدار ربنا، زي ما قول كده، واحدة ابتليت بابنها مات، تصوت وطل، هتعمل ايه؟ تكسر الدنيا وتتكلم الولد هيرجع؟ خلاص انتهت، لا تبكي على اللبن المسكوب، خلصت، انتهينا، عديها بقى، رضيت. الله يرضى، المطلب الشرعي من العبد انه يرضى، صح؟ فإذا رضيت فقد أطعت الله فيعينك على ما أنت فيه. قال كده إيه؟ انقلب في حقه نعمة ومنحة وخف عليه حمله وأعين عليه. إذا رضيت ربنا يحب من العبد، وإحنا بنقول دايما كده أن الطاعة تجلب طاعة والمعصية تجلب معصية، فثواب الطاعة طاعة بعدها. فإذا رضي ربنا سبحانه وتعالى يلهمه الدعاء، فإذا دعا أعطاه الله وأخلف عليه خيرا مما أخذ منه. عدل بقى، خلصت.